غادي نتصل بالوالدة، الله يحفظ لكم الأمهات ديالكم يا رب. غتعرفوا علاش. عارف الوالدة والعام راك في الدار؟ أيه. بغيت نطلبك واحد الطلب الوالدة. مرحبا مرحبا. واحد 10 صحابي معلمونيش وغادي يدوزوا على الدار قريب، غادي يدوزوا قراب من الدار وبغاو يتغداو عندك في الدار اليوم واخا ما كاينش انايا. مرحبا مرحبا بيهم، مرحبا طارني تمشاو عليا. اذا كما تبعتوا معايا الاتصال ديالي كان مع الوالده وفاجاتها، قلت لها 10 من صحابي على غفله غيدوزوا عندنا للدار، واش واجده ولا لا؟ تستقبليهم وتكرميهم بدورنا، غادي نجربوها واش غتصدق هاد القضيه مع اولاد وبنات بلادي. يالله معايا. هذا هو الاتصال باش اتاني الله. انا ما غنباتوش، انا ما غنباتوش. بات كاع على لا لا جلستي تغديتي عابات. شوف 10 صحابي غيجيو يتغداو وما مرقيتش لهم حيله، يعني الحل الوحيد ما عندي والو الاخر ديال الشهر هذا. دير معايا هاد لو جيست هذا نجيبهم. اي مرحبا بهم ومرحبا بكم ومرحبا باللي جا. اش غادي لنا الغدا؟ غندير لكم العصيده. العصيده ومالنا العصيده، حنا كندرسو ودنا شي حاجه اخرى. ولا اللي بغيتي غير اللي بغينا نديرو لك. الدجاج محمر ولا رفيسه؟ ولا لا الدجاج محمر ولا رفيسه؟ كيفاش تغدا عندك؟ ما تغدا عندك. بغيت دابا ما كي الدار الكبيره نمشي نقول لي مرحبا بهم. كيفاش مرحبا بهم؟ 10 كاملين و10 كاملين 10 كاملين الواليد. انا بغيت ندير هذا الاجر هذا ما عرفتش. شكون هما ولاد من هما؟ اصحابي خدامين معايا دابا خاصهم يجي. الو العلبه الصوتيه طلع فين هو؟ عندك شي رقم اخر؟ لا مع هذا البرد هذا. مع هذا البرد سير شوف لك شي واحد اخر. جيبوا بيساره موجوده، بيساره جيبوا 20 واحد بيساره موجوده على حسابي. جيب لي واحد الله يعاونكم وخبزه هي اللي عندي. وجيب لحم البرق وغرا ما عندي لا لحم البرق ولا هذا عيب. انا خويا كيفاش الواليجه؟ لا شوف انا جاي معايا واحد 10 ديال الدراري صحابي وغيتغداو عندنا. شكون؟ جاي انا وشي دراري صحابي شي 10 ديال الدراري وغنتغداو عندكم في الدار واحد الساعة من هنا واحد الساعة. واخا صافي؟ واخا يلا وجدوا غدا وحنا جايين. اش غتوجدوا؟ اشنو كاين؟ اشنو كاين؟ كاين دجاجة مطيبة على قياسي كوكوت. ورا عندنا شي ضياف اليوم ان شاء الله غيتغداو عندنا 10 الناس. صافي 10 10 اه ماشي بزاف. ماشي بزاف؟ لا اه لا ماشي بزاف. ايوا صافي وجدي راسك ان شاء الله مع الغداء. صافي صافي صافي. اش غتوجدي ليهم؟ هذاك اللي قدرت ليه اللي غنطيبو لك. صافي صافي يلا شكرا. مرحبا 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 آه. شكرا آه. شكرا آه. قولي لي اه تكوني في الدار شي ان شاء الله. علاش؟ حيت جايين شي دراري بغيت ديري لي الشام شي 10 دراري. ما فهمتش علاش زعما ما كنجيش انا بكري وقت ما جيتي. شكون دراري؟ ماشي دراري كنعرفو ديري لي الشام وسير جمع الدار بعد تسقط المجموعه وندير لي الشام. كتجي صعيبه شويه زعما 10 ديال الناس انا بروفيس تيجيو هكاك عندك هادي كتجي صعيبه شويه ولكن زعما الى دعت الضروره كاين الحلول. راك عارف انت المغاربه اخويا ولاد الكرام ولاد الخير داك الشيء اللي كان غنتقاسمو واخا يكون عاتي والخبز آه. المهم غادي نقول لك مرحبا داك الشيء اللي كاين داك الشيء اللي علاش قادرين غنوجدوه. الحلو نعم اه وخفاش معايا قالت لي مرحبا بهم هذاك هو المهم الرجوله كبرات بيه وبيان سيور والله يدير كل خير. شكرا بزاف الخاله صدق لينا يا رب. اي اي حاجه راه عرفنا اللي كاين لا يخطيك والدار الكبيره والله ينورك. اش كاين؟ نجحتي في الامتحان؟ والله لا 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 امراه وقاده شنو تقول لها؟ شوف كيفاش تعاملت معك؟ واني عملت داك الشيء اللي زدتي نطيبو ليها. ما كاينش زعما شي نضا والحكامه مش عارف خوك رنابي